رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى حكى بالله بإن آية السغاشن إلى الله لا آية بقلي السيدة في سورة آل عمران. الله عليه إن الذين كفروا وحا آية داسوا حياهي كوا قالوا بي وما تور بنتي وهم يقنا كفار قال أيهم فلن يقبل لك أقبل ما هي من أحدهم مكر من الأرض من الأرض تلك مجد ذهبا وذهب وهدي أمرك أدون كتوب إنت إلا يكسر قيستي وقبل لك أقبل ما هي مرد قال بي ولو استدى به حتى عدو اسكفرته آخر الله هدو كانوا اسكفرت لك أقبل ما هي أدون كان هدو سرقيتي ما لك أقبل أيه أولئك قوة الله عسى الله محاوصنا لعذاب عذاب أليم جبه حلوشية وما اللهم مصنع لمن ناصرين مركي داد في صدقاء الله بحي الله شاقين أنا وحضور ترين من هذا يقال المهم يا داد كمؤمنين تاوحان قبه هنا يا إنا وحضر بحان الله وحوليه لن تنالوا قاري ميسان البر إحسان يا رحمة يا ذنب الدار يوحد شعيسي قال ميسان حتى تنفقوا إلى أرض حسان مما كي طيب قميدة تعدونا شعيسيين وما تنفقوا وثي أرض حسان ومن شيء وحونا أما هيرات أما هبرناتين فإن الله قال له عليم وأويه به شيء معلوم حوية ساد هداك رحمة سريء وهي السرائنة قالان دون إيسان وحد مركا شعيسيين بحية مركا تروحوا ناسكوا قاري مركز مدة دم وحوي وثي أرض حسان أما هير على أما هبرنا ليه أما هوي هذا أما وقت شعلاتها أما أدي إذا نش علاني وحك صوت بحسان الله وأوجه وإن كان قبل يوم وح اللي شعليه كلهن الله قبل ما سبحانه وتعالى لن تنالوا قاري ميسان البر البر قال وحال غفر سري رحمة الله وحال غفر سري إحسان الله وحال غفر سري ضاعه يا عمل صالحة أو في عن هل ميسان مركز صدقة بركانة عام صالحة كهل إلهي فرجك وغفره لن تنالوا قارب ميسان ومهل ليسان البر إحسان يوناك حتى تنفقوا إلى عبد الحسان مما تقاتك تعبونا أجعشهم وما تنفقوا لكن وشي عبد الحسان من شيء وثنبع أما هي رجع ما هو إلى ذلك شعلان أما شعلانين وح الله وشي عبد الحسان فإن الله قال العليم وأوليه بيه وإذكاب المرين يوني صحابة مركة آية دم سعودة في سيدة يتعيد يفهمين او برغه waxa uu fahmeen ila waxa jicisina laad buuxsan waxa uu fahmeen inay xoolo tahay Abu Talha ninka leeyahay oo ansariga aha beed weyn buu lahaa oo ka soo hortiye damashqiga nabiga oo biyo macaan leh oo nabigu intuu galbiyaha ka cabo oo ku soo dhexdaa ka haysto wariya rasuulullaahi waan maqlaya alla wuxuu leeyahay maalkayga waxaan ugu jecelahay beerta bayru xalayna yaan ugu jecelahay iga gudoon oo meeshaad aad ugu jecelahay tagee بخل بخل دون نبغه وما شعر ذا إلي ليه بويلي خير ويلي إلهي وقا أقبلي لكن وحان أركيا قرابة أغينا تسيسو في البني حرام وبيد بن كعبي حسام بن الصابدي فكتدى أغينا تسيس فكتدى إلي وسيا النبغه حد إلي هنكتدى الدين تالي فرح بطن سيرتا اللي قلو وريغو يجي مركز يجي ويجي بسوء علي مركز صحابة هو يقدر من كل انتي مركز مغلسة وحيستة هو يقدر من وكذلك النجل السيدة سوكالي وحي أن نتعال الله مركب بحنه يا وحو لا تسأل الله كهلين لكن دي دعك لوح يربح حتى هداف بحسه وقال قاد دوني والله وقا أقبلي اتقوا النار ولو بشق تمرة نبقى عليه الصلاة والسلام لا سوحش كذب جفا عدان ولو حبت تمير بشك هدبات جيح هدبات ذلف من الشعر ناف عدي ناف علي عديدي بها هاته عديد الصمالي ذو معنتين والعنا ذاك انت عديد اللي سعد اللي يالا عنا ولو ان يربها آتا مالك وحي يرابا حتى الله وكاد بغي كل طعام فياشين كوردان وحلا وحي اللي عنا كان وحوها حلا حلال لبني إسرائيل إسرائيل يوي لشيسي إلا ما شيم يحرم أحرام يالي إسرائيل نبي الله يعقوب على نفسه نفسي سأوك حرام يالي من قبل أن تنزل التوراة توراة بإنتها لسعود جنين يسرع سأهي قل وحات إذا بالي النبي أنه سأتوا لك عليا يهودي بالتوراة بالتوراة لك عليا فتلها أقريا إن كنتم صادقين هذا كل شيء إيسانه
waxaan idinka xaraam yeelay ibraahim iyo nuux iyo kuwaas oo xaraamaha aad leedihiin bal la keenay baa leeyahay ahayd mas'aladu nabiyullah maxamed ana diinteeda ay sheekaynaa cala millati ibraahim bukuyin oo soo adiga hilibka geela iyo caanihiisa iyo soo adiga cunaba ilaahdeen wuxuu kuwaasi waa xalaal ibraahimna xalaal bay ahaayeen nuux xalaal bay ahaayeen ambiyadu dhan xalaal bay ahaayeen waxay dhahay annaga xalaal nooma ahayno aabaha ayaa naga xaraamyeelay ibraahim baa naga xaraam yeelayo waxaa naga xaraam yeelay nebiyaha yacquub baa naga xaraam yeelay bay yidhaahdeen marka waabeyntiina waxa idinka xaaraamka ah waa wax cuquubo aad la timaadeen liidinka xaraam yeelay ambiyadii hore idinkama xaraam yeelay fabidulmin min aladiina haaduu xaramna ayibaatin uxila lahu yaan ka xaraam yeelay marka tii ka cararayaan waxaa weeye waxaan cuquuba laydinka xaraam yeelay wax ambiyadii hore ay ogeydba maaha tawreed bu intaa lasoo dejin nabiyullaahi yacquubna hilibka geel iyo caanihiisa isagaa iska xaraam yeelay cidu kama xaraam yeelay waxaa layidhi waxa geystahaanta la yidhaha cirku nisa waa ku dhacay nabiga marka wuxuu niyo wuxuu alle u nadiray haddii ilaahay caafiyo inuu wuxuu ku jecel yahay iska daayo jacaylka isagaa iska joojiyey marka waxaa idinka xaaraamtaa reer banu israa'iil oo cuquubo darteed iyo edab darradiina laydinka xaaraam yeelay wax xaaraam hore oo sii jirtay maaha ambiyadii hore ka xaraam maha idinkaa tawreed baa idinka xaraam yeelay bal tawreed ba keenay buu markaa kala kaalay aynu aqrinay xaaladu siday taasi aanu fixin cuquubo darteed laydinka xaraam yeelay marka nabiyullaahi yacquub kama xaraam yeelin yahuudda waxa ka xaraamta ah ee waxaa ka xaraam yeelay markay dembi la yimaadeenba wax wanaagsan baa laga xaraamayaa kullu tacaamin raashinkoo dhan waxaa la wixii la cuno kaana wuxuu ahaa xilan xalaal bani israa'iila israa'iil iyo wiilashiisii xaaraamtan dambe reer bani israa'iil laga xaraam yeelay tawreed un weeyaan ilaa maa shay mooye xarama uu xaraam yeelay israa'iilu nabiyullaahi yacquub waa magaciisa israa'iil cabdullaahi weeyaalay calaa nafsihi naftiisa uu ka xaraam yeelay oo hilibka iyo caanaha geela ah oo nadar haddii ilaahay ishaafiyo waxaan u jeclaa baa iska xaraam yeelay min qabli an tunazala tawraa tawreed intaan lasoo dejinin wax xaraamahaa ma jirin oo yacquub ka xaraam ahaa xaraamtan idinka laydinka xaraam yeelay tawreed un weeyaano dembigaan la timaadeen baa laydinka xaraam yeelay markaa waxay yidhaahdeen waxaa lagu yidhi qul waxaa tidhaha faatuu la kaalay bitawraa bal tawreedkeena aynu aqrine si xaaladdu siday tahay inuunu ogaanin nabiyullaahi maxamed waxaa la ogyahay inaanu waxna aqrii jirin waxna qori jirin marka tawreed warhaynta uu warhayo waxa ay qorayso waa mucjiza weeyaan allah baa u furay nin axad wax aqrii jiray ama wax bartay ama meel kale u xidhay ma ahayn fatluha aqriya tawreed la kaalayo bal aqriya dee aada aragteen siday tahay in ku dusaadiqeen haddaad ku sheegaysaan oo tawreed ka hor in waxa laydinka xaraam yeelay ay teen tawreed laydinkaga xaraam yeelay bal keena aynu aqrine waad diideen marka hadihi mucjiza lirasuulillah waa mucjizad weeyaan marka alle wuxuu yidhi markay diideen faman iftara qofkii ku been abuurta cala allahi alle alkadiba been min bacdi dalika intaa kadib inta xaqu cadaani kadib inta tawreed ha la aqriyay la yidhi kadibay diideen qofkii alla ku been abuurta fa ulaa'ika kuwaasi hum uzaalimuuna kuwa gar daran oo daalimiinta awey yahuudu waxa weeye waa buhod way been abuurad badan yihiin marka waxay ku been abuurteen allah subxaanahu watacaala tawreed ka hor in wax waliba xaaraamta ahaayeen waana beentoode dulmi ay sameeyeen baa looga xaraamayey marka inta mar haddii xaqu cadaaday oo la wada dooday oo laiska hor yimid oo xaqii uu daahir yahay mar haddaad been ciddii been abuuratahay waad daalima been abuuradka waxaa ka mid a waxaan sharci ahayn oo waa sharci la yidhaha allah baa sidan yidhi nabiyullaahi maxamed baa sidan yidhi ama waaba cibaado cidnaba yuunow saasay tidi dhihine sharcigu kusoo dhex daray ruuxa waa cibaado yi waxa weeye waa beentiisba faman iftaraa qofkii been abuurta cala allahi alle alkadiba been ku dul abuura min bacdi dalika intaa kadib intee inta xaqu cadaaday kadib fa ulaa'ika kuwa noocaasi hum uzaalimuuna kuwa daalimiinta awey iyagaa daalimiina la yidhi allah subxaanahu watacaala qul waxaa tidhaha nabi allow sadaqa allah alla runbuu sheegay allah sidaa uu wax iigu sheegay oo u kala faahfaahiyey runbuu sheegay idinku been baad sheegteen wax laydinka xaraameeyey tawreed ka hor ma jirin beenaalayaal baa tihin allah baa ii qisooday oo run sheegay ku dheebaal qul waxaa tidhaha sadaqa allah alla runbuu sheegay fattabicuu marka raaca haddaad uman tihiin millata ibraahima ibraahim diintiisa raaca xaniifan xaalow ibraahim yahay xaq raaci baadilka leexda xaniifanta macnaheeda waa sida almaa'il ila alxaqi baadilkiina ka leexday oo ka ishay waay fattabicuu raaca
تذكر رب على شيء يهود بعد كهذا الله يا لكن تذكر رب وهي ملة إبراهيم إبراهيم دين كي سرع عليه حالات حقراء عيال حاله إبراهيم يهي حقراء بعد الكلاح وما كان إبراهيم ما أهل من المشركين المشركين تكمل ما أهل بال ما كان وحيتاس واسك وقصون إذن كل المشركين بعدين إبراهيم المشركين تكمل ما أهل إذن كل اللي كمل ما أهل توراة دي إنجيل بقى ويكذب بيا النبي الله إبراهيم وما كان إبراهيم ما أهل من المشركين أقوى مشركين تا كمل ما أهل وأنتم المشركون كل يبى مشركين أبو الله لي إن أول بيت قري كي وجوه الرئي قري أسوض على الغرد شيء أمل الدجيه للناس لعبادة الناس ذك عبادة دي شيء لو دجيه للذي قري ويا ببكة مكة كل حيالة مباركا حاله يه كل بركيه وخير بدن يهودا حاله هنوي هاي قري قاسي للعالمين خلق قردن يهود بواحد هذا أنا نجا إذا كفي عنه بيت القدس ب يا كفي عن وحوي كعبده يو مسجد الحرام كا أرضه كويا لنا والأرض المقدسة وأرض الأنبياء وأنبياء قبل ذا ذي بجدهن كسالي بينهم ويا جوري إن لو عبادة استلود جي جوري وجوه الرجال وجوري بكر كويا بكر واسمه ومكة لا يبان إنك سو علم ذا قارئ وحيلين بكر وماش مسجد كويا لمكة ومجال ذا كان بالليل لكن سيدا حقيقة وحوية بكة إيا مكة عربت بعض إيا منكم إسكوب بدلان مركوا مكوي فأقول ذاس مكة للعبادة تبالي قولي كلين يكون ريان بعد عكرتا قولي فربنا لكن قولي عبادة يضاع الله بسي وقال ليه أقارة قولي قاسة أقوه الرجبان مركوا حالي لبو بركي سيهي بركة ليسا وحوية عدي فتا وآمن وحوية والي سبودا بالنافا خير كورنا باقصة حصلة qofkii hal salaad ku tukaday intee kun bay oo salaadood bay la mid tahay waa barakadu waa sida hanun buu dadku yahay waa qibladii loo jahaysanay Allah marka loo cabanaya xaqiisa loo jahaysta inta loo xajiya dambigood lagu dhaafa waxa weeye guriga guri la mid ahna waaba la waayibaan marka macnuhu waxa weeye guri ibaada loo abuuray fi ugu horeeyo laakiin guriyo kale inay ka horeeyo ma dhici karto culimada qaar waxay leeyihiin nabi aadam baa dhistay qaarna waxay leeyihiin malaa'igta akhir dhistay nabi aadam ka hor marka nabi aadam baa dhisay duufaankiina waa laga koryeelay duufaankii waa laga koryeelay waxaa dhisay marka hadana ibraahim baa dhisay dib cusboonayay baytul qudusna waxa weeye nabi suleyman baa dhisay baa la leeyahay ama isaga cusboonaysiiyo horti baa la dhisay allahu wuxuu leeyahay inna awwala baytin gurika ugu horeeya gurigaas oo duca la dajiyay ardada lagu dajiyay linnaasi licibaadati naasi dadka cibaadadiisa loo dajiyay للذي قرقي ويبي بكة مكاك السغل مباركا حالي يكون بركي خير بغن وخير بغن يهي وعلي سجد دم بالنافع الله بألو عابدة وحاوي قفت جيدا بكلا إيمان ماي وهودا هنون قوي أهل العالمين خلقه وماشا أي صلاة دور أولاك يهيسان مركا ألا عابدة يهان هلك أجي يهيسان وهي مركا على موين كي معجزات كتحديث أنا مركا روح أركض إيمان في شطان بول قنين فيه بريغا وحاقصوغا آيات علامته بيناتنا عدعب ولا قرن واهيمين مقام إبراهيم كميدا مركا إلا آيات واجمع مقام إبراهيم مركي اللي قبل ذلك معنوه ونقل منها مقام إبراهيم علامتها كيالا ومقام إبراهيم ومن دخله بريغا قفكي قلن كان وحنقنا يا آمنا كي آمنا ينقنا يا بلدي مركا علامتها كيالا وحاقين مقام إبراهيم وحاولي مركو لسيي مركو النبي إبراهيم دي سيئة إسماعيل أولا علاعي لقى حبو صوق هذي لقى حبو ماشي اللي غي ومركو كتوك سيدي إلهي بعد يعني لقى فيك العيال بدو يسيبه هاسو قال هذا فريق يوحي ويكو يالي وحاوي يوحى لسكرها عسان يهجات فكو يالي وهلات لير وهي إنو يهي شاك النبي إبراهيم بالكوة فقسان يهي وكذا بدي سنة اللي قلتو كذا لبضر على المركة طوافة لدم أيوه وعلامة كتالة حظيم هو علامة كتالة زمزل هو علامة وهي waa calaamadiisa kamida oo lagu garanaya in ugaadha iyo waraabaha isugu iman jiray marka oo aan istaaban jirin markay dibadda xarabka u baxaan way soconayaan shimbiraha kale qayb kamid ah dul marin baa jira marka calaamadiisu way iska tiro badan yihiin maqam Ibraahim baa kamid ah maqam Ibraahim waa calaamad cad oo daahir ah oo la arko fiihi waxa ku sugan guriga ayatun calaamado fara badan bayyinatun wa cad مقام إبراهيم أبا كمير إبراهيم ليش سكت هاجي يا كميرا وماشي اللي يري مقام إبراهيم كنت كذا حدا سأل جلست كنا يا
sidaasoo kale waman dakhalahu hadaba qofkii guriga galay dakhala fiin bay ka dhigantahay calan xasbi walisaan wax yiraahdeen kaana wuxuu ahaanaya aamina wuxuu aamin ka noqon dambigu aamin ka noqon oo waxa weeye xataa tii hadii nin uu dilay aabihiisii uu dilay haday isugu yimaadeen ku hawan baayo inuu dilo waa wax la tajribeeyo aamin buu noqonay culimadu waxay yiraahdeen hadii ruux dhagar qabihi uu magan galsee loo galay waxa weeye halkaa la taaban mahayto halkaa joogayna imaam abu xaniifa wuxuu leeyahay waxaa loo diidi kaashinka iyo cuntadii cabidda loo diidi si uu uga baxo oo uga carariya loo diidi waa la gaajayn adu calaa kulli xal qofkii gala waa aamin waxaa looga jeeda hawaba ku qaban mayso inaad waxdishaba qalbigaa kusoo nicmayso waa aamin qofkii galaay walilaahi alla waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka dushiisa waxaa u sugnaaday fi julbeyti beytka inay u qastaan beytkaa maka ku yaalla inay u qastaan man baa u qastaya istadaaca kara sabiilan wada ahaan ilayhi beytka xaggiisa u qaado culimadii ciraaqka waxay yidhi manta waxaa laga bedelay cala annaasi baa laga bedelay marka dadkoo dhan de waajib kuma aha qofkii awoodu leh bay waajib ku tahay wey qofkii awoodu leh yay waajib ku tahay marka alla wuxuu leeyahay wuxuu nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam sabiilka wuxuu ku fasiray azaad waraaxila azaad waraaxila buu ku fasiray waa inaad wixii aada fuuli lahayd iyo wixii aada cuni lahayd fii socdiga soo noqod waa inaad haysataa waxaa kale waa inaad haysataa caruurta aada waxaad kaga tegi lahayd dayn maalkaaga oo dhan wada qadqiyeyna waa inaanu jirin wey bilmatal qofka haddii yacni markuu tago cashuur laga qaadayo lacag laga qaadayo cashuur laga qaadayo culimada qaar waxay leeyihin wuu iska joogaya haddii cashuurba laga qaadayo alaab iyo kharash baata laga qaadayo wuu iska joogayaa bay leeyihiin laakiin dee taasi waa wax duruuftaa keentae lama joogayo intaa unbaa iska bixino xajkaagaad u talaalaysaa maanic noqon maysaa leyi waxaa kaloo layidhi gabdhuhu ama haweenku waxay raacaan hadday waayaan say yeelaya xajii mahayaan baa laleeyahay hadday maxram waayaan la socdo oo la socdo waay oo makanay ka fog yihiin ma xajiyayaan baa laleeyahay laakiin culimo badan baa isku raacsan haween aaminaho kooxa hadday haysato way iska raacaysaa haween aamina hadday haysato wali waxay leeyihiin rag xataa aamina hadday raacdo way iska raac hadday hayso way iska raacaysaa bay leeyihiin sidaasayna u badan tahay bilmatal hadda waxaa la fidyoodaa hadday qof maxramay weyday laakiin dayaaradda markay raacdo xaggaa dad aaminaho ku degtay helaysaa dayaaradda keligeed way iska sii raaci kartaa dayaaraddu waa aamin oo waa la iska raacaya calaa kulli xaal culimadu waxay u badan tahay gabadhu maxram waa inay heshaa bay culimadu u badan tahay laakiin culimadu waxay leeyihiin hadday dad aamina helaysa waa iska raacaysaa adu qof fizaad hela iyo raacile wuxuu fuuloo dhibaato la-aan hela waa inuu tagaa baa laleeyahay marka walilaahi alla waxaa u sugnaaday cala annaasi dadka dushiisa waxaa ugu sugnaaday ijulbeyti kacbada u qasadkeeda man buu ku sugnaaday markaa ka bedel istidaaca kara istidaacu ku xidhan yahay xaju sabiilan wada ahaan ilayhi ila alxaji uu wadiyo uu karo awood istidaaca u leeyahay culimada qaar baa yidhahdo ina ninku xoola haysanin laakiin laga bixiyo oo la yidhaahdo waa lagaa bixinayaa siduu yeelay ma haysa isagu waxba laakiin waa lagaa bixin baa leeyahy baahidiisa un baa la eegayaa marka wuxuu heli karaa hadduuna baahidiisu dhammaystiray in iska joogo wuu heli karaa bay leeyihin waman kafara qofkii gaalooba fa ina allaha alla haniyun waa ka maarmaa canhu cani alcaalamiina khalqigoo dhan buu ka maarmaa meeshaas damiir bay lahayd marka khalqigoo dhan baa la waa ka maarmay qofkii gaalooba xajka laga cabiray marka macnaha waxaa loo jeeday gaalnimadii diinta lagaga baxaya maahe qofkii nicmo inta helay ku shuli waayo waa qof nicmadii ka gaaloobay wey nicmadii alla siiyey markuu ku xajii waayo waa gaaloo kale xagga camalka kale mid yahay caqiidada waaba muslim xagga camalku gaaloo kale marka heerkaasaa la gaarsiiyey qof intuu helay xajii waayo gaalnimuu qarka u saaran yahay bay ka dhigantahay nicmadii alla baanu ku shukriyey nicmada alla siiyey inuu ku shukriyo oo xajka ku gutay ahay marka waman kafarada macnaheedu waa sida waxaa kaloo lagu fasiri karaa waman kafara oo xajku waajiba ma aha yahay qofkii xajku waajib maa yahay waa gaal isagu khaarij canilmilow laakiin meeshan waxay u badan tahay waman kafara nicmada alle qofkii ka gaalooba oo nicmadii alla siiyey ku xajii waaya alla uu ka maarma meeshii dooni ha u kacwan waman kafara qofkii gaalooda oo nicmadii ka gaalooba ama xajkaba diido oo yidhaha xajku ma waajib aha fa ina allaha alla haniyun waa ka maarma cani alcaalamiina khalqigoo dhan macnaha qofkaa xajkiisii cibaadadiisa allah uma baahna wey subxaana watacaala qul waxaa jiraa baa layidhi nabi allow ya ahla alkitaab dadka kitaabka uga helaho lima tadfuruuna maxaad uga gaaloobaysaan biaayaati illaahi alla aayadihiisa maxaad uga gaaloobaysaan maxaa idinku kallifaya wallaahu alla subxaanahu watacaala shahiidun waa og yahay calaa maa tacmaluuna waxaad camal falaysaan waanu idinkala xisaabtamayaa dee marka aayadaha alla ay ka gaaloobeen
وحوي يهودي النصارى نبي الله محمد إنه الحق يهي ويقرانا آياته نبي الله محمد لو سور دي بي دي كالقالوا لك وحاكلا يكالقالوا بين توريات دلقة دي انجيشي بي كالقالوا بين كمات لقمين توريات دي انجيل حتى يكون لقمي لها آيان نبي الله محمد ما ببينيا وحوري كالراعي لها سيد عبد الله بن السلام وقالك عبد الله بن السلام نبي قمتكم مدينة كبير انت ايش شمركم كل رفتقه وقهت نبي قيمي لها حاجة نبركم كمرة علامتي بقارتي indihi soo dhawray calaamadii buu ka arkay horo ka raacay marka ay tawreedda lafteeda aaminsan yihiin inay ka gaalowdeen maba diideen bal ilaah Muhammad wuu qul waxa sida ay ahlan kitaab ahlan kitaab tiyo lima takfuruna mahad ka gaalowdeen ayati illahi alla ay rishad u diideen wallahu allah subhanahu wa ta'ala shahid wu ogyahay alama ta'malu hal amal salaysan wii ka wal marin ka dhigantahay qul waxa sida ay ahlan kitaab qoladaas ahlan kitaab ka aho لما تسدون محاس وقعلينيسان وقهر توكسان عن سبيل الله ألا ودبيسا من ضب محاس وقهر توكسان آمنتهم أيي تبغونها تبغون إذنك وضل بي الله طريقتي أما السبيل كوضل بي وجد الله على الضل بي وأنتم ذكر الشهداء وآد أكتهين وضل حقي وحكي آد أكتهين وما الله ألا ماءها بغافل أحد هالمانسان أما تعملون وحكا عمل فليسان محاولة تشكيك بي ثمانيا مؤمنين تي بي كهر تدو يشكي بي كبارين عد الله عد بي هلانا أفقى الله هلانا ويشكي قلنيا وحبي أشيغي يا النبي اللي شيغي شري كان ما هبي ليهم هرجوك سيقوا صدا معنا هو بنتي قاتل بك كما هرجوك سني شك يأف من تعلم البلاي يتدك لك قليا بركان سالي قول حقا محاذتك رميي وقوه الجوك سني إذن كور منه حقيا هو يا معلم بركان عدك السود أهل الكتاب قوضوا له مرسل سيدو كالوي ودتك الدين تكور جوك سته قولوا حاطر يا أهل الكتاب ذاتك أهل الكتاب صاهم لما تسدون محاك قهر جوك سنيسان عن سبيل الله ألا ودبي سامان من تاتوا مفعولك من ضب محاك قهر جوك سنيسان آمنتم تبغونها مريقا دي إذن كون لدلبي سبيل الله إذن كون لدلبي أما لغربا قواجا قلوا على غبب وضبي حقا هذا ذاتك مريا بيدون يا إني سلو عيان ودل عنك لأو الدوان الله وفعل إليه وأنتم إذن كشو هدا وأدوكتين وما الله الله سبحانه وتعالى بغافل احد هل ما سماها اما تعملون روح العمل فليتان معناه وحوية فكرة سبط سمائيه مردو بالي ان قبنتو لا يو الله بايد الله حساب ثمانيه سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا تتخافي على المؤمنين تأهو ان تبعوها ذات ارض اعلان وتختل قادتان فريقا قيب من الذين كوي كمد اوتو الكتاب كتاب كالسيين يردونكم وحيدين كأهيسين يردوكم وحيدين كأهيسين يعني بعد إيمانكم إيمان فينا كذب خاطرين قال وحي أهيد بالي فلدي أنصار وأوصي خزر جاهد بني الطيلة وحوي بقولي لبا تنصنا يعل أهايون إنتا إسلين سيرين نبي الله محمد مركوز تقريب المركة لقين يهودي لدى جنيد إسكود دي رسيبتين لدى جنيد باوحي أركين أوصي خزر جوالي قوت بعلها ويس وضا لكنا ميل وضا فردي أو وضا شيري أو إسحمنا يو أكين من اللي يلاه الشاس بن القيس ما كانوا كحو ماذي ذاك أنت عنوجي علقة هاي إلا هدي عنوجي اسكت برجع وكا كان سري ويلير بودر وفجري حرب بغاث دجال اللي يلاه حرب بغاث قبيلة يسوق قبيل أنت دح بريسة تقصوا هذا القادرود ما كان ويل كبار دح بريسة يوم قبيلة وحسوسيه ما كان سيل ودي قال درب يسوق بودينه ويبضعهم هم كيبضعهم الصلاح الصلاح أكتب على الضعيفة نبي قال مركا أركي عليه الصلاة والسلام مركاسو صور نواقع آد بو صور نواقع مركا أركي النبي قيبي قوم مودين وحبكي اسكردي قانو اسوى ضدهم كذين آيادنا مركا الله قلدين حداد قالا دا كتلا قادتان قال لما كنو قول إنسان وايسلين إنسان وين وايسلين إنسان مركا وحاوي دادك إسلام كوحا الله طبعا وحي هرودان إنو ماشا كتار مركا دادك إسلام في الاسبونسران هدى يسوي مادانو اللي هسيو وين وحي هرودان خصوصا حالي دلي وحي سوالي في داون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله من تاهم إن تطيعوا هذا الدعاء فريقا غير ومن الذين كمن أوتوا الكتاب كتاب كالسيد سيد اليهود وكله يردوكم بمعنى صيروكم وياه وحيد كاهسين يردوكم وحيد كاهسين صيروا بعد إيمانكم إيمان فينا نكذب كافرين قال لي كاهسين هذه يردون علين لا يراهدوا كافرين ذو إلى بعضها يردوكم وحيدين علين إلى الكفر بين قوس مركب بمعنى سيارك اللي يردوكم وحيدين علين إذن كأهيسين يا بعد إيمانكم كافرين ويجب أهيس مركب وحوية ذكاء الكتاب في ذكاء قصوة ياشا حكت لقى ذنين وين مسالك لي إن إذن كما مشر أو شرع لدوسي سكسو على وكيف تذكره
كيف السديبة تكفرون أقالوا بيسا ووحنا لياب اللهم يابنا سبحانه وتعالى لكن ووحنا لياب سيدوا قالوا بيسا وأنتم إذن كانت تطلع لقد الأغرية عليكم دشينا آيات الله ألا آياته تلقوا أغرية وفيكم لحدينا رسوله الرسول في سوياه سيدوا قال لبا بسورة قال ما القرآن كتيرو قال لهم إنه كتير تمام قرآن يقال لهم موضى النولان كرام قرآن يقال لهم موضى النولان كرام حدوه رسولك لحدوه قرآن واسده كرام marka rasuulku markii qoladan ee aayadu soo dagaysay dawla joog marka asaad baa la lahaa yaa isagoo nabiga idin la joogo feeri galay oo saxo raaf inay isku dul qaray inagana waxay ka mid tahay inagoo nabiga ina la joogo aasaartiisii baa leeyahay haya mucjizaatiisii iyo aayadihii iyo sunnadiisii marka nabiga ina la joogo ka dhigan tahay marka meel quraan iyo xadiiskii nabigu ka jiraan iyo siiradii nabigu ka jirto galima waa inay ka tirooyeen ma dhici karto ina galima tumaad ma dhici karto ma isku xiran ma gali kara قرآن الكريم كان يقال لهم سيرة النبي يقال لهم اسكو حرم قال لكرام اسكو مال لكم النولان كرام وكيف السديرة تكفرون أقالوا بيسان وأنتم إذن كان تطلع لغض الأغرية عليكم دشين آيات الله ألا آياته سلغض الأغرية قرآن الكريم كان وفيكم دحلين أن رسوله الرسول في سؤيهي مالك مالك ليس السحر يوما يعتصم قفكي قبصد بالله الله قبصد أرميه وحال جيسا قبصد فقد هدية والله هنونيي إلى صراط جد مستقيم وتوسم بالله هنوني قفت الله قبصد علي حتى إلا بطرح مرمان كحق الله إذا كتوس لعضو مركب حوية بالمثل لبع علمكم مرميسا مدو حولي الله سيدا نوليا نبي الله محمد سيدا نوليا لأنه حولي أنه سيدا ندي بري مقلوش شيء تسيدا ساسيتي وهو حال ذا سيدا إحساني وحبو ميسنا مجينا سيدا أهين بوليا لبدا متياقب من الله كامل تقوم موي مركب العلماء دوري كان قرآن في حديث كان نبيك شيء كبر لي يقول ما تدودي كر ولا ما ديك بس إذا نهض ولا نيل الدين ما بدي عكسة وتعس ومن يعتصم قفكي قبصد بالله الله قبصد وحرق الله قبصد أو الله ثم يؤلى آمنة والدين فيه قبصد فقد هدي أول لحنونيي إلى صلاة جد بالوهن المستقيم والتوسط سلا كؤقوم لقم حرق رونا قفك الله قبصد الله كوكسونا الله وددي سيم مريض لقم حرق رونا قفك يا أيها الذين آمنوا ذكى مؤمنين تاهم اتقوا الله الله كبقى وعابده كدغتها تقوى ما تكلي قال شيخ وحو يضع عادي ذنب اسك الى انت لا بدر امتثال الاوامر واتمام النواهي الله كبقى وعابده حق تقاتي عبسي سمده او مدن مده او هي تفيس جرو ولا تموتن حد مننا الا اود متان سو انت منكم مسلمون وين انتم حق تقاتي علماء قالوا حيليه فاتقوا الله ما استطعتم متى ايه بن سور دكتي في صحابه يدهن واسده حق تغاتيهم وإن الله أدعى بدودهم ولقى عاصم وحبا وإنهم كان يجب معنى صبر إلى حق تغاتي واسده ولقى بحمالنا ثمان يجهز يدود المركب بني آدم كمسو يدود مركب علماء القاربة وحين فاتقوا الله ما استطعتم سورة تقابل بني آهد بانو ملايين فاتقوا الله ما استطعتم انت أذكرتها آيات ذاتا نسخ ربي لأن علماء لكن من نسخين ويفسر فيه وحق تغاتيه ومعنى هذه وحيه الله كبقى انت أذكرتها مركب معنى هو أول وش الضاعة wixii xumaan hortiyan balagaahin haday gif kaaga dhacdana ka toobakeen ee khayraadka isaga in yar baa kaaga filan khayraadka waxa awoodaad la imaan wixii khayraad markuu yahay wax kugu raran oo ilaa heerka gaartiisa ma laga aqbal maayo ma waxa lagu sheegay awoodaad khayraadka noqon laakiin xaqqa xumaanta yaa laga dhigin hadii laga helana markaa ka toobakeen marka xaqqa tuqati waa sidan marka fatuqullah ma sadacatum wa hay fasilaysa xaqqa tuqati la fasilay xaqqa tuqati macnaheedu waxa way itaqullah ma sadacatum wa يا أيها الذين آمنوا لا شأ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ميجا هي حد من يدكم مسلمين ما يعني ذو حوي سلام مدى دائما تعاد أقول لما سات إلا قفك وش مرك النور يا حي يا وقبدا يا هاي بكل ما نعي قفك مرك ضعيفي يا هاي وسيدا يا هاي أهل التوحيد يا هاي مرك لما نعي حتى وحلا في الدرس ربنا وعرفت مرك شو علوا فرت سيدا وتاجم وما ذا حساء الله ليه ذب بدن بالله مرك إسلامي مدى دائما سياد إسلامي مدى دائما تاوي مع الهيد والسلام يا أيها الذين آمنوا ذاتك مؤمنين سوى اتقوا الله لك بغاء حق تقاته بقدين تيسا مدى أغمرا وإن تاد أوداننا كبغرا ولا تموتن حد مننا إلا أرض متانسة وأنتم مسلمون وإن أتينوا إسلامي مدى كسوا رقم التفتين واعتصموا قبصرا بحبل الله ألا حريقيسا قبصرا جميعا لما أنتم ولا تفرقوها كالتقين وعقيدوني كل الدوان هيا لن نوي معنى بحب الله إذا أنت أبضى وحلق فصل القرآن الكريم هذا طريقة النبي الله محمد القرآن الكريم في سنة النبي
وحبل الله المتين قرآن كان نبي الله محمد باي حبل الله المتين قفتي قبصد ملمي قفتي وحكم مقفي وحبل الله المتين وحارك ملكا قرآن كان نبي الله محمد باي حارك المثل سرن سروك لحارك سلسلتهم قوة إنه ما شاء الله سرعون لدون يوم إن دش الغفور إن كادوا عيني قرآن قواتنا سادو هاي ستنبو ألا توقف خلاص حارك على قبصه ملكا داد حارك على قرب مرتو وحوية وحيا روح الحنو ضعيف هذا قبصته وكل صور نعي لنك هتكون صور نعي وعي واعتصموا قبصته بحبل الله ألا حارك بيس الجميع عند مانتين ولا تفرقوا هكا لتقينا هكا لتقينا معنى دو حوية حاجة عقيدة ده هكو لتقينا حاجة أحكام تيو يحكم كالنوع عاصية فروع ده والسكو خلاف كرا ولي بخلاف قاسينو مثل حيها مدعي كرتو آيات دي بالله وده شرح أنا قرأ سيدة نيلتها كان آيات معنى دو سيدة مركة دم السحبة يسوى صوبه يسوى الإسنع باي دي فروع ده لسكو خلافه ليسوا إذا أرسدوا وحل ليسوا سيروا لباتك ومتكتوا لكن عديدة دو خطرت وعديدة عدو على كتا مركة قاسوا تدخل إسكو عديدة منين أني يهبل إسكو عديدة منين لما قفوا إسلامي ما شايفين إسلامي سوى عبيدة هين أما لما دبوا الإنسانيين أما مدبع لسوى الله ما ودقوا من لما دار ولا تفرقوا هكذا التقين واذكروا حصوصها نعمة الله ألا نعمين كيس عليكم يدين نعميي وعلاد دي بلاي دي إذن كبار بي إذ وقت كنتم أضهيدين أعداء عل أضهيدين وفألفوا يصدوا بين قلوبكم قلبياتين يصدوا من وفأصبحتم أضهاتين بالنعمة ألا النعمة ليس إخوانا ولا رأتكم أضهاتين وكنت محاضنا أيضا مركي هوري على شفاء حفرة الضد خركي ومن النار النار فانقذكم منها الوالي ككري مركا يدرسي التوسة وحيد الدبوليسة قولي ديك جهي أنصاتي بيدوسة كتارن كان لكن قف ضد كستوء مؤمنينه وحوي ويسولوا هنا عدو نمجي دحضر ويكبر مؤمن كستوى النعمة الله يستاء ضد كستوء مؤمنين وحيكوا دي تيران الصاحب بكل هنا قوة السعودان ويسكل لنا وقول شيء ذلك والنعمة اللي فيه مرك النعمة ذا حسوس النعمة أنت نظم هل مليون لب مليون بقول مليون باو يا نبض أن علا بكل دعائي مرك المسلمين لكن هذين الإسلام كهيسني كوعي من شين كتر كل من دول جد قارو مرك هو عيسو جد ذاتك مسلمين فيه مرك هو نبض يا الله وكل يهود كل حسوس نارا ذاتك يوم نعمة الله قال لي نعمة دي عليكم جسنا والنعمة قرن ودين نعمة إذا وقت كنتم هذا هيدين أعداء القوة على هذا هيدين فألف الله يصدوا مي بين قلوبكم قلب جينا يصدوا مي أو يصدوا جهد إذن كذبا أو فأصبحتم هذا هاتين بالنعمة يا الله النعمين في سئي الإسلام كإذن كاني إخوانا ولا لا هذا هيدين وكنتم محاضنا أيضا مركي هوري فأصبحتم محاضا هاتين بالنعمة إخوانا ولا لا هذا هاتين وكنتم مركي هوري وحاضا هيدين على شفا حفرة قد قد كبرتا هيدين من النار فانقذكم الوائد الكركري من هالنار أما من الحفرة بوجه الكركري وحوى يواتين نبي الله محمد باقير لمن قريشة ومؤلفوه الله صعود ما يوم مركع إسلام لمن زوغل بالمكة فرح مكة نبدي سيء أكلا ينبقوا في حنين مركوا قيبين إذيها واجين حوله هذي بقل بقل هلات في السين أصابع واحدة هني مكي سيفت يد البيقود وكقو يرانو هذا اللينين ونبقوا سيدا شيء ويارا نبقوا وحيل واحد مركي هرم حاضر هيدا إن كان أنا يديني مني عل بعض هيدا إسلام يوم مدب مدجو رعه إلهي نعمة يقول إذن كان إسلام دي إسلام كان إذن كل نقطتين مركز دسك كلا أنا مرة عيدين كان بدين إن شاء الله إذن لقويس إذن كان إلا حيرة هاي وهي كفر حين مركز وي مركز إسخوة مما يونا نبي أي كفر حين هذا الشيء مركز قولنا هذا الكم مركز فضل دعي قولنا صدقار هو أدي إسلام قولنا بسيطة أهو وإن قفك مسلم كي وحسوس ناره أو كره أيوه أو كفر أحسن يهي إسلام تعالى سيئوه الله يقول كذلك السيدة عبد ويبين الله الله أعدين لكم إذن كذلك أعدين آياتي آيديهن آيديهسة لعلكم تهتدون سيادوها نمتان لكي تهتدون سيادوها نمتان إلهي ساسو إذن كعدين فكان الله سبحانه وتعالى قرآن كوحوين وقكان والنبي الله محمد نئين وشرحي إنين كهنون مكا هنون القرآن كالصومرين هنون مهيهو ميلك الأحزاد هنون خلطي ما دو وخطر بكل الجليان كذلك سيداس يبين الله الله عدين لكم إذنك آياته وإذنك عدين لعلكم تهتدون سيادوها نمتان ولتكن حل حلو ولتوجد ولي كانت التاموي ولتكن ولتوجد حل حلو منكم إذنك حقين أمة أمتها اللقاء حلو أمت داس يدعون ذاتك أبويارة إلى الخير خيرك أبويارة يضاع عادي إيمانك ويأمرون أمره بالمعروف وناك أمره
وينهون النهي عن المنكر فيما النهي وأولئك هو النوع عاصهنا وحوية دكه قامي ياشعوه الدين تكوه قامينا يانا هم المفلحون يقتل قد باقول البدو حيرا منكم وطبعيد من تطبعيد يعني منكم بعضكم وان تكون هلا هلا أمة أم منكم قارثين وحوية دكه قامي أمود الصوبدان إن الدعاء نقضاء سورة قلمة مركع علمها اللي قهلا وي دك علموه حقونها اللي قهلا وي مركع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفرض كفاية هذي هذه دات أقوم الله هذا أنت كلا واجب توك دعية دات كورنا نجد أمة وذا صبرا مركز دات كهلا هلا لا يوا علماء اللي بكهلا لي دات كأمرك ينهي ذا سيسا هل اللي بكهلا ودعاء هلا هلا بالمثل الجاهل وكلا دائما غفر وحلا جي الله مال أذى قباها إنه سيد دبع سنة وجه الله وحلا جي الله مال دبع سنة وباها إنه سيد قباها الله صور قال عصور قال بالمثل واحد آخر باهين إنه جاهل ما دكتور وماشي صورهم ما كدت كسيدة على جد وانا ياه وعلمنا في المثل قف خمر عدل جد وطينا ضيا خمر اللي يسكده هذين أقول بالله الخمر اللي يسكده كاني تكد هخمر اللي وده هكلاه يجعلي وحلاقة يا بس الدفع البوس ما يني كاني ولا لا تكوب بالمحيط ولا تاي قال هذا دم عدين ضيا بس لا تكو عبادي سهلين كاني دين في الإسلام كأو شرح أو ناج ما كعلمنا بس لا أقوم الكرتون إن جاهل ساء ما أقوم الكره ما كوا حلا ليه علمها اللي كهلا وين ولتكن هلا هلا منكم حدين قيد كميرة أمة جماعة هلا يدعون الذكاء وغيرة إلى الخير خيرك وغيرة ويأمرون أمر بالمعروف وحونا سنمها وينهون كنا عن المنكر بالمثل وأولئك قوة سمر في الحين قوة قولي سول بالمثل وحال يقفك الداعي قائل ما إنه النبي في هيدا ما شد با يعني إنه الدنب ولا هاي شد ما وحوي الدنب ويسوي حتى فراه كل شيء وين الذكاء كوانيه استجنا المكه ويسوانينا وأعاد مركه إشهد الله في سامر كدتك وعليه يا إسوانين اللي الدم بيجي كتشو سقف دتك وعليه يا وحلا جيال من الدم بيجي تبغى نقلب بس رجال الله وحده سبحانه وتعالى ولا تكونوا أهاننا كل الذين قوي أو كلا تفرقوا كلا تجي حاجة عديدة واختلفوا الصلاة في حاجة بدل من بعد ما جاءوا البينات من بعد ما وقت كد جاءوا وجود البينات عجوز على عضوي ماله هكلا تجينا إسخلافنا يسودنا عصره يهودي نصارى يسيطها صوبنا عيسى عبيدة دي بيكوكا لتنع نبي الله محمد محلولي هاي يهودي وحيوكا لبحضي تضباطا يلا بفرقو نصارى وحيوكا لبحضي تضباطا يلا بفرقو نصارى وحيوكا لبحضي يهودي وحيوكا لتضباطا يكو فرقو قلتنا تضباطا يلا بفرقو وما ضايدنا تضباطا يصدح فرقوكا لبحضي كلهم في النار إلا واحد وكان يقول لهم دي واكبه لي وقوه سدا انو انو دقمه او دقمه سدا اني اصحابي وانا كو احي كو حد غرانيسا وخا لا وشي قران كان يسيره النبي قال ما سنه وضل بركو علمته انه وين فاعته عينو لخرقو يلا سو صار مدي ب 12 نقطه لخرقو مدي ب 12 نقطه 27 بين نقطه اي الضلالتي بالمثل قوله الحروريه اللي لا اما خوارجته وافرقو قوله المعتزله اللي لا وافرقو قولا الجبرية ذا الجبرية ذا اللي جادتك قصب بيكوش قينا يا عمل كذا ويقسمنهم وافرقوا قدرية وافرقوا إلهي مرضا بوم بوح أجادا يا مركوها روح لهم مسيقى جرا وافرقوا والليح فرقوا مدوى اللي بلوية ثمنوك الله بحنا بي علمة ديها مرك الله فاعة عاي ومقعية فربنان وكل الدوان هايستا مرك الله حين أمره يا ولا تكونوها أهاننا كالذين قوي تفرقوا كالتقي عديدة ديكو كالتقي واختلفوا إسخلافي ويسو جيدا نقوها من بعد ما جاءوا نتوج من البينات ويقول الجاهلين هاينا وحو البقرانية يشدا يلي وولايك هو النوع عاصر الله معاصر هذا عذاب العذاب عظيم وين عذاب وين بيلين هو عقيدة كوكا لتقي وفرق الضلالهم من النقضي ومدوى لفكرة ديسة كسو عدي وحاول الدين مركل إلى فكرة ذاتك مسو عم كرتي يوما ما لنبو العذاب خاسي أسو ناغي يوما ذو حين كتع على جنينا لهم تا لهم تماشي كتع على قيس إذ يوم ما لبوا على فرسنا تبيض أي عدان وجوه وجيال عدان وتسود وي مزودان وجوه وجيال با مزودان وجيال وي عدان معنى هذا وحوية وعديد عادقة هو استيمة يعني حبنه هذا الرجل يوجي قولا استيمة فرحة كليا مركو قصف الفرحة وقول في الدولة يهلا فرحة يتوجي قولا استيمة أما النور باب عادقة أفول النور وينه ولا عليه يا حبنه هذا يوجي قولا فولا هو كلام مزودانه وين مدوبانا يا مركي والبهار فيها أركان
وجي جوج مدوبان وهي عربت استعمارها قفكم مركون نحو وجي جا كم مدوبان بينا يون مدوبان بعثات ودار مركم معنوه حوي وجي جا مدوبان معنوه حوي ويوالبهاري يعني وينحسين في عادي إنه مدوبان الواسورة قالوا على ما الله قدر عادين كنا واسدوا كلون يوم ما لقوا عذاب كاسي وسقنا لك تبيض أي عذاب وجوه وجياله وتسود أي مدوبان وجوه وجياله يا مدوبان أيه سيدي كلا نقول مركم فأما الذين قوة اسودت أي مدوبات وجوههم وجيال قوض أول بهاسن ومحسن يقال الله محلو له أكفرتم مقالوا دين بعد إيمانكم إيمانك نكذب فذوقوا ندمية العذاب عذاب ندمية بسبب كفركم بسبب ما شيء سببت كنتم على هذين تكفرونك وقالوا ما دوا مستريا بسبب قولكم كافرين قال لماذا السبب تابي عذاب كنوا ندمية سوء إذنكو حقي أركي وقالي سومي ذم قالوا ها ندمي يعني لي عذاب وهو وجهه المدوبات علامة المدوب كتاله وشابت وين أما الذين كوا سودت أي مدوبات وزوم وجي لقوضوا يقالوا حالوا لي أكفرتم ما قالوا دين بعد إيمانكم إيمانك إن كذب ما قالوا دين استفانتوا حوي والروح مينيا فذوقوا ندمية العذاب عذاب ندمية بسبب ما شيء سببت كنتم على هنا تكفرون كوا قالوا به بسبب قولكم كافرين وأما الذين كوا بيضت أي عذابي وجوههم وجيالكود فهم في رحمة الله إلهي رحمة يسيبك يسيبين والجنة رحمة قال لمركة ما حشر كبالك يقول رحمة ويسمي لا حساب حساب عرض ما يحساب كلام لا حساب كلام لبا عرش ما هيام عرش هوشي سيها السنية الله حوي وقرنا حري سنية والله بالشارين ملايك تبا أوب الشارين جنة دي بمركة دمرة يتجي وين قلت برحمة بها قصة مؤمن كيمي مرك النفس كبح له يا دباته وجود ضمبين بحوي قبلك وكن نعميسين يا الواحد يسميل قال لك وقلي هاي بوجيني ولي جبر دباته هلك هم بقى وجود ضمبين أما الذين قوة إبيضت أي عذاتي وجوههم وجيرة ففي رحمة الله رحمة الله وكل سجينهم هم يبقوا فيها رحمة نحن خالد وقواري دب دم دباته وما ضمبيسون تلك تاس فرها بدن الآخرين آيات الله ألا آياته سوياب ألي نتلوها وان اغرينا عليك دشاله متلبسه بالحق متلبسه بالحق حق عليك كل هاي الايات ايدها نبي الله محمد لو اغري او قرانك الكريم او دنا او سوره ال عمران او دنا اما دكتي ندم بي اياته غبي اهان حق بي حبارتين حق بي ولا هو سبحانه وتعالى قرانك وضو حبارتين يا هي علمي الله فطل غلي اني نكون نقن قران حبارتين حق حبارتين تلك تاس قيوها بضل آيات الله ألا يريه سوي نتلوها ونغرني عليك الدشارة متلبسة بالحق علي حق دهيهم وما الله ألا ماها سبحانه وتعالى يريدك لدون يظلما ظلم للعالمين خلقه الله أما هيرات أما هبت ناتين خلقك إنه ظلمي الله مره سبحانه وتعالى مركب مركب لليه قاروا ألا عداد قارنا ولا برواقين لليه ظلم ما هو عدل ألاوي وما الله ألا ماها يريدك دون يظلما ظلم للعالمين خلقكم ظلمين الله سبحانه وتعالى.